وينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور اللواء الركن عماد علو، خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. هل كانت متوقعة هذه السرعة في تحرير كامل الموصل من احتلال داعش؟ مساء الخير لكم. بالحقيقة يعني ما تحقق اليوم هو بكل المقاييس ونصر سريع. كنا نتوقع أن المعركة ستستمر لأسبوع أو أكثر من أسبوع آخر، لكن الصولة التي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب باتجاه مركز المدينة القديمة المتمثل بمنطقة السرج خانة وجامع النوري والمناطق المحيطة بها أشرت بشكل واضح انهيار هذا التنظيم وفقدانه لإرادة القتال وعدم امتلاكه للقدرات القتالية الأخرى المتمثلة بالأعتدة والأسلحة التي كان يتوافر عليها بالسابق، وبالتالي الآن المعركة هي تحولت إلى معركة مطاردة لبعض من تبقى حيا من عناصر هذا التنظيم الذين كانوا يتواجدون في محيط جامع النوري ومنطقة السرج خانة والذين يهربون أو ينسحبون باتجاه حافة النهر. النصر واضح ولديه أبعاد عميقة خاصة في الجانب المعنوي بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي، أثر سلبيا وسيؤثر على من تبقى من عناصره خارج مدينة الموصل سواء في بادية الجزيرة أو في بقية المدن التي لم تتحرر لحد الآن من قبضة هذا التنظيم خاصة في محافظة الأنبار. أيضا من الجانب الآخر هو إضافة نوعية لخبرات تراكمية في قتالات المدن للقوات المسلحة العراقية البطلة التي أثبتت قدرتها على مقارعة هذا النوع من التنظيمات الإرهابية الذي يتميز بالشراسة وبالإجرام وبالانتهاكات لكل الأعراف الدولية الإنسانية خاصة فيما يتعلق بالمدنيين. ونحن تابعنا هذه المعركة وأنتم أيضا من خلالكم تابعتم معركة خلال أكثر من 10 أشهر، كانت معركة شرسة وطويلة وقدمت بها الضحايا سواء من القوات المسلحة العراقية ومن المدنيين من السكان المدنيين العراقيين من سكان مدينة الموصل، لكن خسارة التنظيم هي خسارة كبيرة جدا لأنه فقد المكان الذي أعلن منه دولته المزعومة، دولة الخلافة المزعومة، وهذا مسألة مهمة جدا لمن تبقى من هذا التنظيم سواء في العراق أو في خارج العراق أو في بقية أنحاء العالم، أنه هذه الدولة لم تعد موجودة وسقطت بعد أن سقط هذا الرمز الذي أعلن منه دولتهم المزعومة. دكتور، كل المتابعين للشأن العراقي ولهذه المعارك يعلمون أن المعارك في الآونة الأخيرة كانت صعبة جدا كون أنه الأزقة ضيقة داخل مناطق الموصل القديمة. دكتور، أهم تكتيك استخدمت القوات العراقية والتحالف الدولي لدحر داعش هناك ما هو؟ أنا في رأيي أن أهم تكتيك هو التعامل الإنساني الذي يعني قامت به القوات المسلحة العراقية، فكسبت من خلال هذا التعامل حب المدنيين وتضامنهم وتعاونهم مع هذه القوات المحررة، وهذا ما لمسناه بشكل واضح مما أفقد التنظيم الحواضن التي كان يحتمي بها داخل مدينة الموصل. هذا التعاون أيضا صب باتجاه دعم العمل الاستخباري والجهد الاستخباري الذي أسند بشكل واضح القدرات العسكرية العراقية وقوات التحالف بالمعلومات الدقيقة حول أماكن تواجد مقرات القيادة والسيطرة والتجمعات عناصر تنظيم داعش ومعامل التبخير وأيضا مناطق الإيواء والمضافات التي كانت
يتواجد بها، مما سهل توجيه ضربات دقيقة من قبل القوة الجوية العراقية وطيران التحالف وطيران الجيش. هذا كله تكتيكات يعني كانت فريدة من نوعها، إضافة إلى تكتيكات أخرى تمثلت بالقتال الراجل الذي استخدمته القوات الخاصة، قوات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب، والرد السريع بالتوغل داخل الأزقة الضيقة والقتال والاشتباك القريب حتى في الرمانات مع عناصر تنظيم داعش وإخراجهم من المناطق التي كانوا يتواجدون بها منزلا منزلا، وإلى أن تم القضاء على هذا التنظيم اليوم وأعلن النصر بشكل نهائي على هذا التنظيم في مدينة الموصل. طيب، هذا في مدينة الموصل. إن ذهبنا إلى غرب العراق دكتور، إلى محافظة الأنبار، ما تبقى من فلول داعش هناك؟ هل يمكن القول أن المعارك ستكون أسهل هناك لدحر داعش والقضاء عليه، كون أن المساحات هناك مفتوحة كما نعلم، وكما أيضا ذكر الدكتور هشام الهاشمي أن المساحات مفتوحة وستكون أسهل المعارك هناك؟ هل تؤيد ذلك؟ يعني نعم، ثبت من خلال التجربة والمتابعة لأساليب قتال تنظيم داعش أنه لا يقوى على مواجهة القوات النظامية في المناطق المفتوحة أو عدم قدرته على خوض معارك نظامية أمام قوات نظامية، وهذا واضح ويعني واضح لجميع المراقبين والمحللين العسكريين. إضافة إلى أن الطبيعة الجغرافية لمدن محافظة الأنبار تختلف من حيث التضاريس والناحية العمرانية عن أسلوب البناء الموجود في داخل مدينة الموصل وبالذات في الساحل الأيمن. هناك الدور متباعدة بعضها عن البعض الآخر، تتخللها حقول أو مزارع أو حدائق صغيرة يعني تسمح بالرصد والمراقبة وحركة العجلات المدرعة والمدولبة وأيضا استخدام الأسلحة الثقيلة. نعم دكتور. وأيضا توجيه النيران من قبل طيران الجيش والقوى الجوية. شكرا جزيلا لك. أعتقد أن المعركة ستكون أسهل. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة من بغداد، الدكتور اللواء الركن عماد علو، خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.